أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي نظام الثلاث والخمس سنوات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة البيولوجي جزء الحيوان للصف الزراعي الأول الحلقه السابقه تكلمنا مع بعض فيها وبدانا في الترم الثاني او الفصل الدراسي الثاني وكانت حلقه شيقه وممتعه جدا كنا بنتكلم فيها عن قبيله ديدان الاسطوانيه وقلنا بتنقسم الى نيماتودا متطفله على الحيوان زي الاسكارس والانكلستوما والنيماتودا المتطفله على النبات زي نيماتودا تعقد الجذور ودي اللي منتشره في مصر اتكلمنا في الاسكارس والانكلستوما عن شوية حاجات مهمين جدا اتمنى تكونوا فاكرينهم وان شاء الله بيجي جزء كبير جدا من الاسئلة دي في الامتحانات ولاده وبناتي عشان ما بيلتفتوش وبيذكروا الحتة دي بتمعن شوية بتروح بي... اه... منهم الدرجات فياريت نركز على الاسئلة وطريقتها سواء كانت بتيجي صح وغلط سواء كانت بتيجي اكمل اختار بنوع في طريقة أعلل المهم أن المعلومة نفسها بتيجي بكذا طريقة لو انا عرفت المعلومة كده أنا وقفت على أرض صلبة وهقدر إن شاء الله أحل الامتحان بتمنى من ولاد وبنات إن انتم تقروا السؤال مرة واثنين وثلاثة لان ده اللي بيضيعنا كل سنة ليه؟ بيطلع الطالب يقول انا حالي كويس جدا وهجيب الدرجه النهائيه اتفاجئ ان الطالب جاب درجه اقل ليه؟ لانه ما فهمش طريقه السؤال مركش ممكن يكون اللي النقطه اللي محطوطه او احد الاساتذه الافاضل حط نقطه في الامتحان هي غلط ولكن تبدو في البدايه لو انت قراتها صح بس فيها حته صغيره ممكن حرف ممكن كلمه لا مثلا. فبتدي لك ان دي العباره دي غلط ولكن انت قراتها عشان قراتها بتسرع هتقولي لي صح فتطلع من الامتحان تقولي انا حل الامتحان كله كويس طب تمام نيجي ساعه النتيجه تقولي لا انا اتظلمت لا انت ما اتظلمتش انت ما قراتش فياريت يا ولادي وبناتي تقروا الامتحان مره واثنين وثلاثه قبل ما في الفصل الدراسي الثاني واشوفكم باذن الله وتكملوا على خير سنه تانية وسنه ثالثه وتدخلوا احسن الجامعات باذن الله النهارده ان شاء الله هنستكمل مع بعض تاني قبيله وهي قبيله الديدان الحلقيه اول سؤال ممكن يجي لي فيه انا ليه سميت قبيله الديدان الحلقيه بهذا الاسم ومع ذلك سؤال سهل جدا وبيجي في الامتحان علل سميت قبيله الديدان الحلقيه بهذا الاسم لان جسمها مقسم الى حلقات وتكون محززه من الخارج لما اوريك الرسمه دلوقتي هتلاقيها مقسمه الى حلقات واضحه جدا يبقى علل لما ياتي سميت قبيله الديدان الحلقية بهذا الاسم لان جسمها مقسم الى حلقات ومحززه من الخارج هناخد الصفات بتاعتها الاول وبعدين هناخد اقسامها او تصنيفها. رقم واحد الحيوان ثلاثي الطبقات الجنينية أظن دي اكتوديرم اندي ديرم ميزو ديرم يعني ثلاثي الطبقات الجنينية لها تجويف جسم حقيقي وبتيجي في الامتحان صح وغلط قبيلة الديدان الحلقية لها تجويف جسم حقيقي يبقى صح هي نفس العبارة جو... قبيلة الديدان الحلقية لا يوجد لها تجويف جسم حقيقي بقت العباره غلط فنركز في الحته دي يا ولاد نركز في كل الصفات ممكن او المميزات حرف بيغير معنى الكلمه تماما لها تجويف جسم حقيقي والجسم مقسم الى حلقات داخليه وخارجيه زي ما انا قلت ليه سميتها. قبيلة الديدان الحلقية لأن جسمها مقسم إلى حلقات ومحززة التحزيز باين من الخارج ذات تماثل جانبي ودايما بشرح ونوه لذات تماثل جانبي دي يا اولاد ان يعني انا لو شفت الجزء ده بيبقى زي لو عملت شق طولي بيديني الجزء ده زي الجزء ده بيغطي الجسم بيغطى الجسم بجدار جسم رقيق رطب لها جهاز هضمي كامل بيبدأ بفتحة الفم ويمتد بطول الجسم وينتهي بفتحة الاست طبعا دي مشتركة مع قبيلة اللي احنا خلناها قبيلة الديدان الاسطوانية ان لها جهاز هضمي كامل بيبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة الاست التنفس عن طريق الانتشار بيتكون الجهاز بدأنا كده في التطور شوية يتكون الجهاز العصبي من زوج من العقد المخية الجهاز الإخراجي وقفت عنده الجهاز الإخراجي يتكون من زوج من النفريديا في كل حلقة من حلقات الجسم عايزة الحتة دي تتكتب وتحط تحتها مليون شرطة ليه؟ ده علامة صح أو غلط الجهاز الاخراقي في قبيلة الديدان الحلقية عبارة عن انابيب ملبيكي او يتم الإخراج في قبيلة الديدان الحلقية عن طريق انابيب ملبيكي سمع ولاد وبناتي بيقولوا لي غلط صح المعلومة دي غلط ليه لان الجهاز الاخراجي في قبيلة الديدان الحلقية عبارة عن زوج من النفريديا على كل حلقة من حلقات الجسم اكمل ما ياتي الجهاز الاخراجي في قبيله الديدان الحلقية عباره عن وسيبك تجاوب انت هتجاوب تقول ايه عباره عن زوج من النفرديا على كل حلقه من حلقات الجسم يبقى الاخراج هنا عرفناه يعني انا ممكن اقول لك الاخراج فيها عن طريق انابيب من البيجي ضاع علامه صح او غلط طبعا خطا. ممكن اجي في الامتحان ونقول اكمل ما ياتي يتم الاخراج في قبيله الديدان الحلقيه عن طريق نقط زوج من النفريديا على كل حلقه من حلقات الجسم هتفاجئنا بحاجه تانية غير قبيله الديدان الاسطوانيه قبيله الديدان الاسطوانيه كان الاجناس منفصله يعني في ذكر وانثى في ذكر اسكارس وانثى اسكارس في ذكر انكلستوما وانثى انكلستوما ولكن هنا الافراد خناز اي تضم اعضاء التذكير والتانيس على نفس الحيوان الافراد خناز ونحط برضو تحتها شرطه اي تضم اعضاء التذكير والتانيس على نفس الحيوان وقد تنفصل الاجناس ولكن المعتاد والشائع ان الاجناس في دوده الارض او في قبيله الديدان الحلقيه خنساء الافراد خنساء الجهاز الدوري وبرده بتيجي في الامتحان الجهاز الدوري في دوده ورق في دوده في الديدان الحلقيه ذو دوره دمويه نقط. او نقول في الامتحان الجهاز الدوري في قبيله الديدان الحلقيه من النوع المفتوح الاجابة خطا هنا ذو دوره دمويه ايه ولاد مغلقه اي ان الدم لا يغادر الاوعيه في حاجتين مهمين او ثلاث حاجات في قبيله الديدان الحلقيه الاولى. ان يتم الاخراج في قبيلة الديدان الحلقية عن طريق زوج من النفريديا على كل حلقة من حلقات الجسم اتنين ان الاجناس هنا ايه ولاد الافراد خناس او الجنس خنس ليه لأنه توجد اعضاء التسكير والتأنيس على نفس الحيوان رقم ثلاثة الحيوان ذو دورة او جهاز دوري من النوع المغلق ثلاث حاجات دوام اكتبهم لي يا مهمين جدا وتجويف الجسم هنا حقيقي ويتكون من ثلاث طبقات جنينيه الجسم يتكون من ثلاث طبقات جنينيه التقسيم بتاعها ايه يا اولاد بتنقسم الى صف قليلات الاشواك قليلات الأشواك تضم ديدان الأرض اللي بتعيش في التربة وأجسام هذه الديدان مقسمة إلى قطع عديدة بتحمل كل قطعة عدد قليل من الأشواك والرأس فيها غير مميز والديدان خناز دي زي دودة الأرض لو قالك انسب دودة الأرض صف قليلات الأشواك قبيلة الديدان الحلقية يبقى قليله الاشواك زي مين يا ولاد دوده الارض اثنين عديدات الاشواك تشتمل هذه الضائفه على الديدان الشوكيه وهي, حلق... وهي حلقيات بحريه باجسامها عقل عديده وتحمل العديد من الاشواك الطويله عشان كده سمتها صف عديدات الاشواك وليس لها سرج والجنسان. منفصلا اما جيت اقول الاجناس قلت الاجناس خناس ولكن قد تنفصل فدي الحاله اللي بتنفصل فيها اللي هي قبيله او صف عديدات الاشواك عديدات الاشواك لها طرق عديده للمعيشه ولذا تظهر بها بعض التحورات التركيبيه بتتلائم بها مع طريقه المعيشه ومن امثلتها دوده الرمل لكن قليلة الأشواك زي كانت زي إيه أولاد دودة الأرض عديدة الأشواك زي دودة الرمل العلقيات تدوم أنواع العلق اللي بتعيش في المياه العذب أو مياه البحر أو على اليابسة قد تكون حرة أو تعيش كطفيليات خارجية ليس لها أشواك وأجسامها ملونة ومفلطحة إلى حد ما لها رأس مختزل لا يحمل لوامس وبها ممصات عند نهايتها للالتصاق والحركه اللي يهمني قوي قوي اعرف صف العلقيات زي ايه زي العلق الطبي والعلق الطبي دي في ده في المانيا بيباع بالعمله الصعبه اقول لكم ليه تعالوا نبص للحته الجايه دي معلومه عن العلق الطبي العلق الطبي بيباع بره في المانيا بالعمله الصعبه ليه ان انا بسميها الدوده الحكيمه. العلق الطبي العلقيات بسميها ايه يا ولاد الدوده الحكيمه ليه لانها عالجت حالات كبيره جدا مرضيه قرر الاطباء فيها بتر اعضاء من جسم الانسان الدوده دي تم علاجها ازاي تعالوا نشوف ليه انا سميتها الدوده الحكيمه بتعمل ده ازاي بحطها على جسم المريض. تتحرك فوق جسمه حتى تصل الى المكان اللي موجود في الصديد اللي الاطباء قالوا لازم الجزء ده يحصل له عمليه بتر بتصل الى مكان الصديد تشق الجلد وتدخل المكان المصاب تمتص الصديد والخلايا التالفه وتفرز ماده لقتل البكتيريا وتفرز ماده لمنع النزيف وماده مخدره ايضا شوفوا يا اولاد قدره ربنا سبحانه وتعالى ان العلقيات اللي هو العلق الطب ده بيباع زي ما انا قلت في المانيا بالعمله الصعبه وبسميه بالدوده الحكيمه في حالات كثيره جدا الاطباء قالوا فيها لازم عمليه بتر بيكون موجوده فيها صديق الدوده دي بنمشيها على الجلد بتصل لمكان الصديد تشق الجلد وبعدين تطلعه والخلايا تطلع الصديد ده والخلايا التالفه لا ده مش كده بس بتفرز ماده لقتل البكتيريا وماده لمنع النزيف وماده مخدره سبحان الله حاجات احنا ما كناش نعرفها عن العلق الطبي يبقى العلق الطبي ده تبع صف العلقيات العلقيات الديدان الحلقية والتربة الزراعية تنتمي معظم معظم الحلقيات حلقيات التربة الى رتبة قليلة الاشواك اللي بيتبعها مجموعتين يبقى قليلة الاشواك تنقسم لديدان حقيقية وديدان غير حقيقية. قبيلة الحلقيات حلقيات التربة اللي هي قليلة الأشواك اللي أنا قلت منها دودة الأرض ولكن كثيرة الأشواك دي كانت زي دودة الرمل العلقيات دي زي كانت العلق الطبي لكن اللي يهمني قوي إن معظم الحلقيات بتاع التربة دي تتبع صف قليلة الأشواك وبتنقسم لمجموعتين ديدان الارض الغير حقيقيه والحقيقيه ديدان الارض الحقيقيه والغير حقيقيه ناخد الغير حقيقيه تتميز بصغر حجمها توجد في طبقات التربه السطحيه قد تتعمق حتى مستوى جذور النباتات ولذلك فهي قليلا ما تكون انفاق او حفر في التربه ولا تنتشر في الاراضي الثقيله. نجيب الورقه والقلم ونكتب تتميز رد قبيل ديدان الارض الغير حقيقيه بالاتي صغر الحجم توجد في الطبقات التربه السطحيه عشان كده ما بلاقهاش تعمل انفاق لا تتعمق حتى مستوى جذور النباتات ما بتعملش انفاق لا تنتشر في الاراضي الثقيله. يبقى لو جيت قلت قلنا لك في الامتحان قارن ما بين ديدان الارض الغير حقيقيه والحقيقيه ديدان الارض الغير حقيقيه نقول صغيره الحجم لا تتعمق في التربه ما بتعملش انفاق ناخد اللي بعد كده لا تحتوي على فراغات هوائيه ليه ليه ما بتنتشرش في الاراضي الثقيله لانها لا تحتوي على فراغات هوائيه ولا توجد في الاراضي الغادقه لعدم توفر الاكسجين اللازم لتنفسها يعتبر عامل الرطوبه اساسي لنشاطها ولذلك فهي لا توجد في الاراضي الرمليه لا توجد في الاراضي الرمليه طب الحقيقي هنا كنت بقول صغيره الحجم هنا كبيره الحجم لونها قاتم هناك فاتح لا تهاجر من أنفاقها يعني دي بتعمل انفاق لكن الثانيه كانت ما بتعملش انفاق لانها لا تصل الى مستوى الجذور يبقى هنا يا ولاد دي كبيره الحجم اللي هي الحقيقيه الغير حقيقيه صغيره دي لونها قاتم ثانيه فاتح لا تهاجر من انفاقها لانها عامله انفاق وموجوده فيها هناك ما بتعملش انفاق لانها لا تصل الى مستوى الجذور. هناك لا تنتشر في الأراضي الثقيلة ولا الرملية هنا بت... لا تهاجر من أنفاقها إلا نادرا أثناء الليل أو عند التزاوج أو عقب الأمطار الغزيرة غذاء هذه الحيوانات يختلف باختلاف الأنواع فمنها ما يتغذى عن مواد الكاملة. كاملة التحلل ومنها ما يتغذى على البقايا النباتية التي لم تحلل بعد وعموما بتشتري الجماعة في أنها أثناء التغذية بتساعد برافو عليكم على زيادة المواد الدولية بالتربة تساعد على خصوبة التربة يبقى أنا عندي خلاصة الكلام ده كله أنا عملته في النقطتين دودة الأرض الحقيقية كبيرة الحجم الغير حقيقية صغيرة الحجم الحقيقية اللون قاتم والغير حقيقية يميل البياض أفتح الحقيقية تنفق تحفر أنفاق لمسافة 30 ل 50 سنتي الغير حقيقية تتواجد في الطبقة السطحية ولا تستط... تعملش أنفاق لأنها لا تتعمق إلى الجذور بتاعتها ولا تنتشر في الأراضي الثقيلة ولا الرملي بالمقارنة دي مهمة جدا يا ولاد نعملها لأن فعلا مهمة ما بين دودة الأرض الحقيقية والغير حقيقية الحقيقية بتتغذى على مواد كاملة التحلل الغير حقيقية تتغذى على المخلفات النباتية الغير متحللة الحقيقية مخلفاتها مفيدة للتربة والأنفاق وتعمل على تهوية التربة الغير حقيقية غير مفيدة للتربة طبعا يا اولاد الاهميه الاقتصاديه لاي حاجه لازم يك... لازم فيه منافع وفيه اضرار منافع الديدان دي ايه انا قلت دلوقتي ان هي بترفع من المواد الدبلية او بتعمل على زياده خصوبه التربه يبقى واحد رفع محتوى التربه من المواد العضويه خلخله التربه مما يشجع على نمو الجذور بتساعد على تجميع حبيبات التربه في صوره حبيبات مجمعه تشجيع بكتيريا التأزد على القيام بعملها بصورة جيدة يبقى رفع محتوى التربة خلخلة التربة مما يشجع على نمو الجذور تجميع الحبيبات بتاعة التربة بكتيريا التأزد بتساعدها على عملها بصورة جيدة أكيد في أضرار تشويه الملاعب والمسطحات الخضراء ودي بتيجي على في الامتحان تشويه الملاعب والمسطحات الخضراء نتيجة الإصابة بديدان الأرض الحقيقية بتسبب فقد في مياه الري لكسرة الأنفاق وتسبب تعرية التربة في الأراضي ده شكل دودة الأرض تعالوا نبص كده لما كنا بنقول ليه سميت قبيلة الديدان الحلقية بهذا الاسم قلت لأن جسمها مقسم إلى حلقات وزن واضحة جدا يا أولاد ومحززة من الخارج التحزيز بتاعها باين جدا وان هي مقسمة الى حلقات ودي منطقة السرج واضحة جدا اهي يبقى دي دودة قبيلة الديدان الحلقية قبيلة الديدان الحلقية من القبائل المهمة جدا يا ولاد لها اضرار ولها منافع زي ما انا قلت نقارن ما بين الديدان الارض الحقيقية والغير حقيقية نقول ما هي المميزات العامه لقبيله الديدان الحلقيه انا اخدت المره اللي فاتت قبيله الديدان الاسطوانيه اللي منها الاسكارس ده كان في الحلقه السابقه الحلقه دي خدنا فيها قبيله الديدان الحلقيه هنا لقبيله ثالثه وهي قبيله مفصليات الارجل اللي منها الحشرات اللي دي بندرسها في سنه ثانيه بالتفصيل يبقى قبيله مفصليات الارجل. مجموعة من الحيوانات غزت جميع أنواع البيئات بتعيش في التربة على الأرض في المياه العذبة والمالحة في الهواء بتعيش في كل مكان تقريبا بعضها يتغذى على المواد الصلبة البعض الآخر يتغذى على العصارة أو على دم الحيوانات الفقري قبيلة قبيلة مفصليات الأرجل اكبر مجموعه منتشره بتضم مجموعه كبيره من الحيوانات بتعيش في جميع انواع البيئات منها ما يعيش في التربه على الارض في المياه العذبه في المياه المالحه وفي الهواء وبعضها يتغذى على المواد الصلبه والبعض الاخر بيتغذى على العصاره او على دم الحيوانات الفقاريه الكثير من هذه الحيوانات بيعيش معيشة حرة البعض يتطفل على النبات أو الحيوانات الأخرى والبعض مفترس وبعضها نافع زي نحل العسل وديدان الأز والقشريات اللي بناكل منها ايه يا ولاد الجمبري وبيها فيها برضو ناقلة للأمراض زي البعوض والقمل والذباب والقراد والبعض سام زي العنكبوت والعقرب بتضم كل حاجة النافع الحر اللي بيعيش معيشة حر اللي بيعيش معيشة متطفلة بتعيش مفترسة نافعة زي نحل العسل ودود الأز والقشريات اللي احنا بناكل منها الجمبري تعتبر ناقل للأمراض زي البعوض والذباب والأمل والأوراد والبعض سام زي العنكبوت والعقرب صفات العمل الجسم متماثل جانبيا برضو الثلاثة فيهم ان الجسم متماثل يعني انا لو جبت قبيلة الاولى خالص الديدان الاسطوانية قبيلة الديدان الحلقية قبيلة مفصليات الارجل كلهم الجسم متماثل جانبي يعني تنقسم اجسامها الى عقل لها زوائد مفصلية يتكون كل منها من عدد من القطع التي تتحرك حركه مفصليه بيغطى بيغطى الجسم جليد شيتيني صلب يحمي الحشره من الاعداء الصفات العامه نكمل مع بعض الصفات العامه لها جهاز دموي مفتوح خلينا فاكرين احنا قلنا اللي قبل كده كان لها جهاز دموي ايه مغلق دي لو جبت لو جبنا في الامتحان اكمل ما ياتي الجهاز الدموي في مفصليات الارجل من النوع نقط من النوع المفتوح طب لو جبناها بطريقه ثانيه ضع علامه صح او خطا الجهاز الدموي في مفصليات الارجل من النوع المغلق برافو عليكم هو من النوع المفتوح القناه الهضميه بسيطه تتنفس بواسطه الخياشيم وبالانتشار خلال سطح الجسم. وبالقصبات الهوائيه لان انا قلت في منها بيعيش في الماء منها ما يعيش على الارض منها متطفل منها مفترس منها نافع منها ضار فبالتالي بتتعدى طرق التنفس بتاعتها منها ما يتنفس بالخياشيم او بالانتشار خلال سطح الجسم او بالقصبات الهوائيه بيتم الاخراج فيها عن طريق غدد حركوفيه او انابيب ملبيجي اما انا قلت هناك في الديدان الحلقية كان الاخراج برافو عليكم عن زوج عن طريق زوج من النفريديا على كل حلقة من حلقات الجسم يبقى نفوق لصح وغلط واكمل يبقى لو جبت ضع علامة صح او خطأ يتم الاخراج في قبيلة مفصليات الارجل عن طريق زوج من النفريديا الاجابة تبقى ايه برافو عليكم خطأ لأن الإخراج في قبيلة مفصليات الأرجل يتم عن طريق أنابيب من البيجي لكن في الديدان الحلقية برفع عليكم عن طريق زوج من النفردية يبقى ممكن تيجي أكمل ممكن تيجي اختار ممكن تيجي صح وغلط نقطتين مهمين الجهاز العصبي عندي جيد التكوين ويوجد أعضاء حس بتشتمل على العيون البسيطة والمركبة وأشواك وأعضاء سمعية الجنسان منفصلان الاجناس منفصله زي قبيله الديدان الاسطوانيه يبقى قبيله مفصليات الارجل وقبيله الديدان الاسطوانيه الاجناس منفصله يعني فيها ذكر وفيها انثى طيب كان ايه بقى اللي خنثى قبيله الديدان الحلقية ولكن قلنا بعضها خناز آه بعضها منفصل تنقسم قبيله. الحيوانات مفصلية المفصلية إلى واحد صف القشريات ودي زي مين يا ولاد سمع ولاد بيقولوا لي زي الجمبري اللي احنا بنحبه كلنا وبناكله صف عديدات الأرجل زي 44 وذات المائة رجل والألف رجل صف الحشرات زي دودة ورق القطن زي الجراد زي الصرصور الحشرات اللي احنا عارفينها كلنا صف العنكبيات وصف المخلبيات يبقى عندي الصفوف بتاع قبيلة الحيوانات مفصلية الأرجل كم صف يا ولاد خمسة حد يقولهم معايا كده رقم واحد صف القشريات ودي منها الجمبري صف عديدات الأرجل زي ما أربعة واربعين وذات المائة رجل والألف رجل ثلاثة صف الحشرات زي الجراد والنطاط والحفار والذبابة كل دي صف الحشرات صف العنكبيات وصف المخلبيات تعالوا كده ناخد صف القشريات تضم غالبيه الانواع المائيه اللي موجود اللي بتتنفس بواسطه الخياشيم عشان كده لما جيت اتكلم عن التنفس قلت بعضها يتنفس عن طريق الخياشيم كنت بقصد صف القشريات تتنفس عن طريق الخياشيم ومنها انواع ارضيه الجسم مقسم الى منطقتين منطقه رأس صدريه وهي عباره عن الرأس مندمجه مع الصدر ومنطقه بطنيه. وتخرج من المنطقة منطقة الرأس صدرية خمس أزواج من الأرجل على الأقل وزوج واحد من قرون الاستشعار والبطن تتكون من عدد من العقل يحمل كل منها زوج من الزوائد ومن الأمثلة الشائعة الجمبري ده اللي يهمني يبقى صف الكشريات بيتنافس بواسطة ايه يا ولاد الخياشيم المثال برافو عليكم زي الجمبري يبقى انا عندى الصفوف بتاعت قبيله مفصليات الارجل زى ما احنا شايفين رقم واحد صف القشريات اللي منها الجمبري اتنين صف عديدات الارجل زى ام اربعه واربعين وذات المائه رجل والالف رجل الجسم فيها مقسم الى راس وجزع مكون من عده عقل يحمل كل منها زوج واحد من الزوائد كما في ذات كما في ذات المائة رجل مثل أو أم أربعة أو أم الألف ذات الألف رجل الرأس يحمل زوج واحد من كورولس الشعار إلى جانب أجزاء الفم وبتتنفس هذه المجموعة زي ما احنا شايفين كده يا ولاد ان صف عديدات الارجل الامثله بتاعتها بتيجي في الامتحان ذات المئه رجل الالف رجل ام 24 مثل نقط او انسب الجمبري اقول صف القشريات انسب ذات المئه رجل والالف رجل وام 44 صف عديدات الارجل صف الحشرات دي صف الحشرات بتتنفس بالقصبات الهوائيه الحشرات دي يا ولاد هناخدها بالتفصيل في سنه تانية يعني أنت لما تطلع بإذن الله سنة تانية السنة اللي جاية إن شاء الله هتاخد مكان منهج الحيوان هتاخد منهج الحشرات صف الحشرات ده صف مهم جدا هناخد فيه الحشرة الحشرة دي بتا... كم منطقة؟ ثلاث مناطق حد يعرف يا ولادي يقولهم لي وفكرني بيهم رأس وصدر وبطن واول ما نبتدي باذن الله في سنه تانية هناخد الصفات العامه للحشره اللي احنا هناخد جزء صغير منها النهارده زي الحشرات دي زي الجراد الحفار النطاط دوده ورق القطن الصرصور سبب الفكه الحشرات كلها اللي موجوده ايه اللي بيميز صف الحشرات دي يا ولاد صف الحشرات الحشره جسمها مقسم الى ثلاث مناطق راس وصدر وبطن عدد حلقاتها كم يا ولاد عشرين حلقة بقى بص الاقي الرأس المنطقة الاولى اللي بتقابلني في الحشرة هي الرأس بلاقي فيها زوائد ايه الاول خالص الرأس ست حلقات ولكن مندمجين ما اقدرش اعد اقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة مندمجة يبقى الرأس عدد حلقاتها ستة خلينا فاكرين ان انا قلت عدد الحلقات كلها عشرين خدت منهم الرأس اللي منها ست حلقات تحمل الرأس زوائد مهمة جدا في الحشرة تحمل زوج من كرون الاستشعار اللي احنا بنسميه شنبات الصرصور لما يكون الصرصور ماشي كده وبيجري اللي الشنبات اللي موجودة دي بسميها كرون الاستشعار وفي سنة تانية هتاخدوها بالتفصيل بإذن الله يبقى تحمل منطقة الرأس زوج من كرون الاستشعار اثنين زوج من العيون المركبة وظيفتها الإبصار وعدد من العيون البسيطة دي لتمييز شدة الإضاءة زي ما هتاخدوها بالتفصيل في سنة تانية بإذن الله وأجزاء فم وهنلاقي إن أجزاء الفم هتتحور لكي تناسب طريقة الغذاء إذا كان سائل أو صلب أو يصعب الوصول إليه أو مكشوف أو 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 وهناخد إبداعات الذبابة المنزلية في سنة تانية بإذن الله وهنعرف إزاي بتاكل الغذاء الصلب رغم إن أجزاء فمها قارض لاعق كل ده وأكتر إن شاء الله تاخدوه في سنة تانية يبقى دي منطقه الراس ننتقل بعد ذلك الى منطقه الصدر اللي هي المنطقه الثانيه من جسم الحشره والمحصوره ما بين الراس والبطن انا قلت الراس ست حلقات ولكن مندمجين الصدر ثلاث حلقات بس بقدر اعدهم وتعتبر منطقه الصدر منطقه الحركه والاتزان لانها بتحمل الارجل والاجنحه وفي سنه ثانيه برده ان انا بسميه بت... بتتبع الحشرات صف سداسيه الارجل لانها تحمل ثلاث ازواج من الارجل المفصليه من الناحيه البطنيه وتحمل من أحل... من اعلى الاجنحه كل ده اكتر ان شاء الله هناخده في سنه ثانيه منطقه البطن هي المنطقه الثالثه من جسم الحشره الطالب اللي فايق معايا هيقول لي ان انا قلت الرأس ست حلقات والصدر ثلاث حلقات ثلاثة آه... تلت... آه... يبقى فاضل كم من العشرين برافو عليكم عش... 11 حداشر حلقة اللي يبقى البطن حداشر حلقة والبطن تحمل زوائد تناسلية ولا تناسلية الزوائد التناسلية زي آلة وضع البيت في الأنثى وآلة الصفات في الذكر واللا تناسلية زي الكرون الشرجية وهي عبارة عن زوج من الزوائد الحسية الموجودة على الحلقة رقم 11 وكل ده وأكتر بإذن الله هناخده بالتفصيل في سنة تانية ولكن ده اللي يخص صف الحشرات هنا يبقى انا خدت صف القشريات زي الجمبري والسرطانات خدت صف عديدات الارجل وده زي ام 44 وذات المئة رجل والالف رجل خدت صف الحشرات وخدنا معلومه مهمه جدا تمهيدا لسنه تانية صف الحشرات ودي زي دوده ورق القطن كل الحشرات اللي تخطر في بالك الصرصور الجراد النطاط حاجات كتيرة جدا هناخدها في صف الحشرات ده برضو لسه بيكمل معانا الصفات العامة بتاعة الحشر اللي انا قلتها كلها الحمد لله يا رب تكونوا فهمتوها يا ولاد صف العنكبيات ده بتضم هذه المجموعة من مفصليات الأرجل التي تتنفس برضو بالخيشيم إلى جانب الكثير من الأنواع الأرضية التي تتنفس بالقصبات والزوج الأول من زوائد هذه الحيوانات متحور إلى ملقط وهي خالية من كرول شعار وينقسم الجسم في العنكبيات ويحمل أزواج من الزوائد هي الكرون الكلابية والملمس والملمسان القدميان وازواج من ارجل المشي والجزء الخلفي من الجسم يعرف بمؤخر الجسم وهو معقل عاده ولكنه لا يحمل زوائد ويمكن تمييزه الى منطقتين هما وسط الجسم ومؤخره الجسم زي العقارب والعناكب والاراض العقارب والعناكب والاراض يبقى اولاد صف العنكبيات زي مين العقارب والعناكب والقراد انا يهمني اوي يا ولاد نعرف الصف وزي ايه انا كده في رابع صف صف المخلبيات بتش... بتش... بيشمل صف المخلبيات عدد قليل من الانواع وهي نادره جدا ولها بعض مميزات الحيوانات المفصليه والديدان الحلقية. دي يا ولاد بيعيش مختبئ في شكوك الصخور والصخور وت... وتحت الكلف والاحجار ده صف المخلبيات شكل كده بيوضح الجمبري وكلنا عارفينه شكل بيوضح العقرب دي ام 44 شوفوا عدد الارجل قد ايه يا اولاد عشان كده سميتها ام 44 لها 44 رجل طيب هناخد اوراد الماشية كمثال للعنكبيات يبقى أنا عند الصفوف بتاعت مفصليات الأرجل كم صف يا ولاد خمسة خدنا صف القشريات وقلنا زي إيه صف الحشرات صف عديدات الأرجل والعنكبيات والمخلبيات هناخد كراد الماشية عايزة الحتة ده نركز عليها أو يا ولاد يصيب الأبقار والجاموس صغير السن وكذلك الخيل والحمير والأغنام والكلاب يبقى أراد المشية أولاد بيصيب مين؟ الأبقار الجاموس صغير السن الخيل الحمير الأغنام الكلاب الحيوان الكامل بيضاوي الشكل واللون بني مائل للإصفرار أضرار الأراد إيه على المشية؟ أضرار الكرات يصاب جلد بيصاب جلد العائل بالتهابات ما هو القراض ده يا ولاد بيهاجم أو آآ آآ الجلد يبقى هيعمل له إيه التهابات يصحبها ميل للهرش وحدوث أورام وتقرحات في مكان عضة القراض يبقى لما يجي يقول لي أذكر أضرار القرات الكر... بيحدث إيه التهابات لجلد العائل يصحبها هرش وحدوث اورام وتقرحات في مكان عضه الأوراد. عمليه حقن السوائل اللعابيه السامه للأوراد في مكان العضه بتؤدي الى حدوث اضطرابات جهازيه شديده للعائل المصاب عند اصابه الحيوان اصابه بالغه بالأوراد، انه يظهر عليه اعراض فقر دم سنوي فقر دم سنوي يؤدي وقد يؤدي الى موته. يحدث نوع من الشلل الرخو يبقى ايه اللي, بيح... اللي بيسبب مرض الشلل الرخو برافو عليكم اراد المشي وقد يحدث نوع من الشلل الرخو والذي يكون مميتا للحيوانات الصغيره صغيره السن والعجول والخيول الصغيره يبقى اراد المشي بيحدث بيسبب عندي ايه يا اولاد برافو عليكم مرض الشلل الرخو عض الأوراد يؤدي لإصابة الحيوان الحيو... الحيو... الحيوان العائل ده بالافات ومسببات الامراض الاخرى زي الفيروسات والبكتيريا والفطريات عض القراد ده هيكون عرضه ان الحيوان العائل ده هيصاب بالافات ومسببات الامراض الاخرى مثل الفيروس والبكتيريا والفطريات طرق الوقايه والعلاج طرق الوقاية والعلاج واحد العناية بنظافة علائق الحيوانات خصوصا الخضراء منها نظافة حظائر تربية الحيوانات الفحص الدوري وعلاج الحيوانات المصاب النهاردة يا ولاد خدنا مع بعض درس شيق وممتع جدا كملنا مع بعض وخدنا قبيلة الديدان الحلقية الحلقة اللي فاتت كانت قبيلة الديدان الاسطوانية النهارده خدنا الحلقيه ومفصليه وقبيله مفصليات الارجل كل كلمه قلناها النهارده مهمه يا نركز عليها ونذاكرها المره اللي جايه ان شاء الله هنكمل مع بعض قبيله مفصليات الارجل وهندخل على قبيله الرخويات وعشان ناخد ام الخلول اللي احنا بنحبها استنوني الحلقه الجايه عشان نتكلم عن ام الخلول اللي انتوا بتحبوها وبتاكلوها دي باستمرار هناخد ضوء اكتر الحلقه القادمه باذن الله اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته